ايوه البيت امان، مفيش حاجه. لا لا، طب خليك معايا لحظه. ماشي شوفي، اهدي شويه يا ريما، وكني في مكانك ما ترحقنيش، عارفاكي فراقه. اهدي شويه. يا عميد اهلا وسهلا، شرفتوا. اذن التفتيش والتحري. الله يسامحك يا سيدنا، انت بتخلع الباب برجلك، بدي اذن. شرفوا. شو كل السلاح؟ سيدي اي قطعه سلاح بتطلبها رخصتها موجوده، كله مختوم وممهور. بتعرف نحن كساره بقرني ناقيه واولاد الحرام كتار، والقرني مليانه وحوش داش. خلص صد حلقك. الله حاني سامي شاي ولا؟ سيدنا انت اذا بتقلي على شو عم تدور انا بعيوني بخدمك. شو في هون؟ ولا شيء، مستودع وغرفة عمال. الو، اهلا سيادة العميد، كيفك؟ طمني عنك. ان شاء الله دائما يا رب. ايه طبعا، تفضل، عم بسمعك. ضابط عندي؟ مين؟ شو هالحكي؟ هو محل بيناموا العمال سيدي. هذا مطبخ سيدي، بيعملوا قهوة شاي مت شغيلة، يعني حنان بيطبخوا. هذا أجلف تواليت سيدي، مثل ما لك شايف فاضية، شوية كراكيب. هذا سيدنا مقص عطلان، وهي كلها كراتين فاضية. هي بالعادة بنجيب فيها قطع غيار للمعدات سيدي. الله وكيلك أنا نظيف، صدقني قد ما دورت ما رح تلاقي شيء. انا بعرف هي الدسنه منين، من واحد ابن 60 صرمايه ابن حرام اسمه ابو عهد النجس، كله لاني اخذت منه طلبيه الرخام سيدي. كان له 6 شهور موقف شغلي، هو غلوجي، قام اجى زبون لعندي. شو بكون اذيته؟ ما لقوا شيء، ما في اي شيء مريب بالمكان. خليك معي، احترامي. ماشي سيدي. ليكني عم بحكي معه سيدي. حاضر، احترامي. ايه ورد، ومشطوا المنطقة منيح حوالين الكسارة وما في اي شيء مو طبيعي. سيدي ما بصير، اكيد حسن ورجاله مجهزين حالهم. لا تعمل لي مبررات ورد. اصلا اذا في شيء عم يصير فوق بتكون ضيعته على حالك وعلينا بتفتيش مخزن حقه نصف فرنك. مو هون المصيبه يا سيد ورد، المصيبه انه جاي عليك اخباريه اتجار بالمخدرات. هلا بلغني رئيس الفرع وطالعين بمهمه تفتيش على بيتك. سيدي شو هالحكي هاد؟ اكيد اخبار كاذب. بعدين كيف تجي الإخبارية مع التفتيش؟ شو الصدفة هاي؟
ولك بعرف مو صدفة يا بني آدم، بلكي حدا ملفق لك أدلة وراح ولقوا عندك شي بالبيت، شو بنعمل ساعتها؟ فورا بتنزل بتنزرع هون بالشام زرع، عم تفهم؟ شوفي شو صاير؟ ما لوشي مستحيل، أنا متأكدة إنه شفت شي غلط. هنادي أنا على الأغلب نازل عشان 90% نحن صرنا مكشوفين بالنسبة لحسن ورجاله. شوفي شو صاير كمان؟ ما في وقت للشرح أبدا، ما في وقت. ليكي شو بدك تعملي؟ أهم شي تحت أي ظرف أوعيك تعترفي علي أنا. شو؟ أوعيك أنا اسمي ربيع، أوعى وصية لخالتي أم جلال. اجي حسن تصرفي طبيعي، تصرفي طبيعي. تصرفي طبيعي. أهلين أهلين. شو شايفك بلعتيها هالمرة أم العبد؟ يعني خلص شو بدي أعمل؟ مليت وأنا صلح لك. معك حق. هلا جاي وراي سيارة بحث، وبعدها جاية سيارة رمل. يا رجل اجتني الصبح فاتت علي فوتة تقول مداهمة مشان شوية رمل وشوية بحث. أنا كنت أجيبهم بكير، بس عن جد اجت عندي دورية أمن جنائي وكان عم يفتشوا مدري على مين. قال واحد طالبينه. على كل أنا فهمتهم، أنا لا بشغل سرسرية ولا بشغل حرامية ولا شو معلم ربيع. معك حق، ولاد الحرام كتار. نعم نعم. خليك دق للسيارة استعجلها والحقني. حاضر. ريما ريما انه دخيلك يا عدرا، كل هالشي صاير معك؟ قدري يا ريما قدري. طيب مين هن هالظلام اللي عملوا فيك هيك؟ وليش؟ ما عرفتهم؟ ان شاء الله رح نعرفهم قريبا يا رب. وشلون عرفوا انه انت هذا اللي ريما؟ المهم اطمنتي علينا واطمنا عليكي. هانت ان شاء الله بعد شوي رح خبرك التجربه كلها من اولها لاخرها. لا انت رحت هذاك اليوم وما خبرتني شيء ابدا، وهلا ما عم تحكي لي شو عم بيصير. ما بيصير هالحكي. والله لمصلحتك يا ريما، المحققين لو كانوا عرفوا اي حاجه كان زمانك دلوقتي محبوسه مع مصطفى في السجن. يا ولدي الثاني مصطفى. تصرفي مثل ما خبرتك. ألو، أهلين ماما. لا تقبرني، والله بدي حاكيك بس إن شاء الله شفت. وليش لا تنامي برات البيت يعني؟ في شيء صاير معك شيء؟ لا تقبرني ما في شيء، بس رفيقه لفادي بالجامعة بحماس بده يمر لعندي بوقت يعني متأخر اليوم، فبدي ياخذ له غراض بكرة معه. يا خلص أنا باخذ له هون إذا ما بدك تنامي أنت هنيك. ولا داخلك مني. على فكرة معك حق، أنا شخصية مملة كثير. يلا يلا تصبحي على خير. وأنت بخير تقبرني، الله معك. يا أبو يوسف، لو تعرف شو صار بغيابك. مرت علينا هالشهور تقول 10 سنين. بسيطة يا ريما بسيطة. المهم ارتاحي هلا وبتحكي لي بعدين. أهم شيء ما بدي حدا يجي على البيت ونحن موجودين هون. ونور ما بدي حدا يعرف إنه بالبلد. يوسف تتصرفي معه مثل ما خبرتك تماما. ما بدي أي شيء يبين مو طبيعي. معقول أنا أغلط هيك غلطة؟ بس أنا بصراحة أنا خايفة عليك، خاصة أنت أحكم أعداء. أنتوا تصرفوا مثل ما عمل لكم وإن شاء الله ما رح يصير شيء. إن شاء الله. حكيت مع الشركة وقلت لهم إني تعبانة شوي، قلت بفكر لأعرف شو بدي ساوي. ليكي سماح،
أنا ما عندي مشكلة أبداً يكون في شيء بينك وبين يوسف، وأنا شجعتك على هذا الشيء، بس الشيء اللي صار بالمطعم هاد بقى اسمه ولدنة، وأنت كان فيكي ما تخليها تصير إلا إذا. والله العظيم يا مدام أنا ما كنت بعرف إنه هو هيك بده يعمل، أصلاً أنا طلعت معه مشان بركي يعني بفهم شيء. ما عم بفهم عليك. مثل ما أنت قلقانة على الشغل ومانك مرتاحة، أنا في كتير قصص مانا مريحتني عم تصير بالشركة. مثل شو؟ مثلاً مبارح عم قله للأستاذ جبران إنه ما عنا حسابات للشركة، ما في شيء استند عليه للرواتب والمصاري اللي عم تجينا. نحن ما عم ندفع، نحن مجرد وسيط بس. على فرض هيك حتى العمولة اللي عم تجينا ما عم تنزل بحسابات بنكية خاصة للشركة، شو يعني على فرض؟ يعني مدام أنا كنت أشتغل عند شركة البنك وبعرف كتير منيح كيف بتصير الأمور، يلي عم بيصير عنا بالشركة مانو صح ومانو مريح. سماح، انتي شايفة شي ولا عم تحسي وتخمني على كيفك؟ مثل ما بتعرفي مدام أنا ضليت شهرين عم روح أجي على التحقيق بعد قصة سالي وكل اللي صار، وبعد ما تسكرت الشركة ما عاد حدا قال لي مرحبا، لو ما أنت رجعتي رجعتيني على الشغل. معناته لازم تكوني مبسوطة. صراحة حابة انبسط أكتر، أنا ما عندي مشكلة شو ما عم بيصير بالشركة، المهم استفيد، عم بيصير بعلمك بدون علمك، المهم عندي إني استفيد. كلنا منعرف إنه أنت صاحبة الشغل وإنه جبران واجهة، بس أنت مو ملاحظة إنك تجاوزتي حدودك معي. أنا آسفة بس الموضوع مانو صغير، إذا الأمن حس على شيء، خصوصي إنه نحن قلنا فترة صغيرة مبلشين بس عم نشتغل كتير، وين المشكلة إذا أنا عرفت؟ أنا بضل بالشغل وعندي خبرة أكتر من الكل، منه بعرف بتصرف، ومنه بخبي قصص ممكن تعملنا مشاكل، ومنه بستفيدي. تماما تماما. شو ما بيتحكى؟ ايه والله حقه، ليش اللي صار فينا قليل؟ ايه والله كنا رحنا فته. ايه من حيوانتك انت وياه؟ لا يا مشكله، نحن شو دخلنا؟ شو دخلكم؟ لك ضابط بالامن صار له فتره بيناتكم، معقوله ما انتبهتوا؟ وشلون كان لازم ننتبه يعني؟ تفضل اشرح لي. انت بالذات ما بيحق لك تحكي وتتفلسف، لكن بتلحقه بتضيعه. على كل حال مو الحق عليكم، الحق على المعلم حسن يلي راخيل الحبل لأم العبد، يعني مبينه واحد من طرف واحد بيشتغل مع أخوه. شو بده يكون؟ مهندس بترول؟ واضحة. ايه قوم قل هالحكي بدل ما تقعد تفزلك علينا، قوم احكي. قوم والله لطربي الدنيا فوق راسك. لك خلاص يا زلمي، لك انتو الجوز طلعوا فيني. لك مو ملاحظين انه قرارات المعلم رح توهرفنا اخر فترة؟ مرة بيشغلنا بسلاح من ورا ظهر الجماعة وكنا رح نروح فيها، ومرة تانية بعد ما فطس معتصم صرنا نشتغل بفرنقات وروحنا على ايدنا، وهلا شو جاوبني قاعدين بلا شغل. مروان، ولك مروان خراس، هلا اذا بيسمعك بيسلخ جلدك. لك روح خلصنا بقى. لك الحكي هذا اللي عم اقوله بقلبك انت وياه، بس بتعرف شو الفرق بيني وبينكم؟ انا بضاي قلبي قوي، بحكي اللي بجواتي وبقلبي، انتو لقليق وخروق. مروان سد نيعك. ايوه رح سده لنيعي لحظة. ايه بس قبل ما سده عندي كلمتين بدي بقن دخلكن. اذا الجماعة عرفوا انه كان في بيناتنا ضابط امن، شو يا ترى بيعملوا؟ هاي سديته.
سيدي مساحة المستودع 70 متر. لقينا كم كيس شميت وقطع تبديل للآلات. شافهم الخبير وأكد إنه هدول للكسارة. يعني ما في شيء. الحقيقة سيدي ما شفت شيء مثير للشك أو شيء مانو طبيعي بالمنطقة. على الأقل كنت تصرفت، أو على القليلة بعرف على شو عم دور. كنت يعني لو ورد متأكد من شيء أساساً ما كان لهلا ناطر وبقيان فوق. على كل حال يعطيك العافية، بس يجي ورد بنحكي. تفضل. شكراً سيدي. سيدي شو مشان الأخبار اللي إجت عن المقدم برد؟ بلكي ملاقين شي عنده، يعني بلكي حاطين له مخدرات بالبيت. أمرك سيدي. إذا عندك وثيقة بتثبت الشيء اللي عم تحكي فيه هاتيها. إذا بدك تضلي عم تقولي لي حاسة وشاكة وخايفة من، أنا هي الشغلات ما بتزبط معي، لأنه بتعرفي؟ أنا مستغربة كيف عم بحكي معك هيك وعم بحكي بهي الشغلات. ليه؟ ما أنا بعرف إنه الشغل تبعنا ما فيه شيء. في مدام، في أنا محاسبة وعندي خبرة وبعرف إنه في شيء غلط عم بصير. بعدين أنت ليش متضايقة مني؟ أنا عم بحكي مشانك، مشان مصلحتك، مشان تضلي محمية قانونياً ومالياً. من شو؟ أوهامك هي خليها براسك. إذا هالقد خايفة من الشغل معنا تركي. هدول مانن أوهام. لو إنه هنن أوهام ما كان طلب مني المحقق ورد إنه وصل له أخبار. إمتى؟ كيف يعني؟ لما عرف إني بلشت شغل معكم طلب مني إني وصل له أخبار بحكم إني رفيقته لسالي وأكيد متعاطفة مع القضية. طلب مني إني أقول له شو عم تشتغلوا وإذا في شي هيك ولا هيك. يعني سماح، انت عم تحكي عن جد ولا عم تعمل لعبة كرمال تتزين؟ لا والله عم بحكي عن جد. انا بعرف انه انت يلي مرقتي فيه مانو سهل، وانا حاسه فيك وبدي نكون اصحاب ورفقات وقراب من بعض اذا بتقبلي طبعا. وانا مستغربه شو بده فيك المحقق ورد لسه ملاحقك لهلا. انت شو قلتي له؟ انا قلت له انه الشغل لجبران وانه انت مالك علاقه فيه لا من قريب ولا من بعيد. أول شيء بدي أعتذر منك على الكركبة اللي سببنا لك إياها، وأنت ضابط وبتعرف إنه هذا واجبنا وجزء من شغلنا، وللأسف ما فينا نتجاهل أي إخبارية ولو كانت على ضابط زميلنا. ولا يهمك سيادة المقدم، حصل خير. أنا كنت متأكد إنه ما رح نلاقي عندك شيء، واضح إنه هاي الإخبارية هدفها خلق بلبلة حواليك. من مين هي الإخبارية؟ سيادة المقدم، أنت بتعرف إنه أنا ما فيني خبرك. رئيس فرع أنا عنده كل المعلومات، بس تحب تعرف شيء بخصوص هذا الموضوع فينك تتواصل معه. تصبح على خير. أنت من أهله. هو ما بيعرف شيء عن الشركة ولا عن الشغل. يمكن شافوكي مرة جاية وربطوا إنه أنت وجبران سوا بالقضية، مشان هيك طلبوا مني وصلن أخبار. وعلى فرض هيك ليش هلأ اجيتي حتى تخبريني؟ لأني ما قبلت.
ما قبلت أول شيء، قلت لهم مستحيل وصل أخبار حدا واثق فيني. بعدين فكرت قلت بركي في هيك شيء عن جد، ليش لما أستفيد؟ سماح، من الآخر شو بدك؟ جاي لهون لحتى تقلي لي إنه في شيء بالشغل؟ جاي لهون لحتى تقلي لي إنه المحقق ورد طالب منك توصلي له أخباري؟ طيب، على فرض أنا قلت لك إنه إيه في شيء بالشغل، أنا شو بضمن لي من إنك تروحي لعند المحقق تبعك وتقلي له كل شيء؟ ليش بدي أوثق فيك يا شاطرة؟ ليش بدي خبره؟ مشان أخذ شهادة تقدير وحسن سلوك وارجع أتجرجر على التحقيق من أول وجديد؟ ليكي، نحن شغلنا ما في شيء، كله طبيعي نظام. وإذا ما اقتنعت؟ أوكي، بتروحي لعند المحقق تبعك حبيبتي وبتاخدي شهادة التقدير تبعك وبتبروزيها وبتعلقيها على الحيط. أنا آسفة مدام، يمكن سميت لك بدنك اليوم كتير، بس أنا لو بدي أعمل هيك كنت عملت هيك من الأول، صح؟ أنت حاطة جبران واجهة لكل شيء قدام كل العالم، أنا فيني ساعدك كتير، فيني ساعدك إنه يضل هيك الوضع، وحتى إذا صار شيء تطلعي من الموضوع مثل الشعرة من العجينة. شو؟ خير خير كابوس، كنتي ليش تركتيني نايمة؟ يا عمري والله شفتك غرقانة بالنوم وتعبانة، ما أجى من قلبي فيقك. شو شفتي؟ منام كتير غريب، إنه الدكتور آدم عنا بالبيت، قال أنا فتت من الباب لقيته قاعد على الكنباية، بس الغريب إنه ما كان عم يقدر لا يحرك إيديه ولا رجله، يعني هيك مثل المشلول. صار يقلي ساعديني، عم أنا أجيت لحتى ساعده، بسمع صوت سيارات الشرطة جايين ياخدوا، عم قلي ساعديني قبل ما يمسكوني، وأنا ما عاد قدرت أعمل له شيء وصرت أبكي هيك لحتى أجوا أخدوا. هون الغريب إنه رجع قدر يتحرك ويمشي، عم أنا صرت أصرخ قلن لا تعدموا لا تعدموا، عم قلي أنا أول مرة ما متت وهلأ ما رح موت. منام كتير غريب، أنتي حاكية مع ريت تشي لحتى خاطر على بالك آدم؟ أبداً، أساساً هي ما عاد حاكتني بعد المسج اللي بعدت لها إياها بعد الجلسة. ريهام بدي أقلك على شغلة، بس ما بدي إياك تزعلي مني. الحمد لله أنا كويس، اليومين اللي فاتوا دول ما نمش فيهم غير ساعتين بس. آخ الله بيعين حبيبتي، شو كتفه ظاهر مكسور يعني؟ لا لا لا، ما فيش كسر ولا حاجة، دي حاجة بسيطة كده في كتفه. من شو؟ لا من شو، دي بقى قصة طويلة نبقى نحكي فيها بعدين. طب هو شو كان عم يعمل هنيك؟ حكالك شي؟ يعني انتي مش عارفة يا ريما، ما بيقولش حاجة خالص، انا اصلا استغربت انه اتصل بي، كان مستني حكم المحكمة يطلع، وقال لي انا محتاج مساعدتك، محدش هيقدر يساعدني غيرك، وهيقدر يتحرك من غير اي مراقبة غيرك انتي. جيت ما قاليش اي حاجه لغايه دلوقتي، كل اقدر اقوله لك دكتور ادم اللي كنا نعرفه من شهور مش هو اللي نعرفه دلوقتي. ما علينا، الكلام الكتير اللي هيقدم ولا هيأخر. شربنا قهوه تمام، شربتيني زهورات تمام جدا، اكل ما اكلتنيش بقى، انا جعانه ميته من الجوع يا ريما، ولا هتنيميني ميته من الجوع؟ لا رغم اني ماني مقتنعه انك ما بتعرفي شيء، بس خلاص خس الجوع. انا عملت هيك لانه حسيتها لريتها كتير بتحبك وبتخاف عليكي،
أمرتني كثير عليكي، هي بس بدها تطمن وتعرف أخبارك. وإمتى آخر مرة حكتك؟ مبارح. ليكي والله معك حق تزعلي منه، بس هي أكيد في إلى أسبابها ومبرراتها يلي خلتها تعمل هيك. أمانة حكيها ولو تليفون، تخففي عليها شوي. ريهام، يمكن أنت شفتي هذا المنام علامة لحتى ترجعي تتواصلي معه، مشان الله ما تزعلي منه. بس هي أحرجتني كثير. كان بس خلص خلص سوسن، أنا ماني زعلانة. لكي خليكي عم تطمنيها، بس بدون ما تعرف إني عرفت. لك دخيل ربه، دخيل ربه يلي كبر عقله بعد ما ارتبط. شفتي هيك ما أحلاكي؟ يلا قومي شربينا زهورات، أصلا بدي أخذ رأيك بشغلة. إيه؟ تكرم عينك، يلا. اللي خبرتك يا سماح لصالحنا، طالما خبرتك إنه المقدم عم يدور وراكي معناها خرجتوا صفيفية عم استعملها. هي من جهة. من جهة تانية لازم تفكري بكلامها، إنه إذا صار شيء جبران يكون كبش الفدا. يعني ممكن يصير هيك شيء ونوصل لهي المرحلة؟ مو على أساس إنه ما حدا رح يحس على شيء؟ بعدين ليش كل هذا الغموض؟ أنا بدي أعرف نحن شو عم نشتغل، وليش لازم يكون في كبش فدا؟ فهموني. لك في شيء أهم من جبران هلأ. المحقق ورد طالما لسه عم يسأل عنك وحاطك براسه، رح نهدي الشغل هالفترة، نرجع نحن متواصل معك. سماح خليها تحت جناحك. غريب يا قصة. طيب سيادة العميد، ما في أي طرف خيط يعني ممكن يوصلنا لشيء؟ ولا منين إجيت؟ طيب سيادة العميد، طبعا طبعا المقدم ورد من أهم ضباط الفرع عندي. شكرا سيادة العميد، شكرا. شو سيدي؟ واضح انه ما رح نستفيد شيء من الاخباريه، لا من جاب الاخباريه ولا من وين اجت. بكل الاحوال العميد طالب يشوفك. واضح انه الموضوع مبسوط سيدي. اكيد مبسوط، وهذا اليوم بالذات. هلا صرت متاكد يا سياده المقدم؟ المستودع والضيعه ما لقينا فيها شيء، وحضرتك صرت مكشوف. وإذا في شيء عم يصير وكنا كسبانين عنصر المفاجأة لحتى نعرفه، فأكيد الجماعة هلأ أخذوا حذرهم. يمكن كان لازم نجيبها على التحية فورا. بتهمت شو يا سيادة المقدم؟ تجارة البحص والرمل والرخام؟ شو عم تحكي أنت؟ سيدي لو سمحت سيدي، أنا قلت لك اللي شفته هنيك واللي شافته هنادي، في شيء مو طبيعي عم يصير هنيك. نحن من إمتى بنعتمد على تحليلات وآراء ناس غير مختصين؟ آه؟ بعدين ما عم تقول طليقته، بلكي عم تحكي هيك لحتى تبلي، واساسا هي مو شايفه شيء. طيب سيدي واللي شفته انا؟ ناس وعمال وسلاح وحراس وما بعرف شو، شو هدول كلهم؟ كله مرخص، كله مرخص. جيب لي محضر هادي سلامي. بالصدفة نحن وعم نحكي قلت له انه انت الشخص الوحيد يلي ما كتر غلبه وسالني شو صار معكم. ايه من هون قال لي طالما الموضوع له خلفيه عند الناس وبيعرفوه، ليش ما بتعملي فقره لها علاقه بالبوح او الفضفضه؟ كيف يعني؟ يعني خديني انا كمثال، نحن يلي كنا متورطين بقصه ادم، ناس تعرضوا لشده نفسيه ولضغط بسبب الشيء اللي مروا فيه، بيطلعوا وبيحكوا يعني بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، بجوز يستفادوا أو يفيدوا غيرهم. والله فكرة حلوة. عجبتك الفكرة؟ بتساعديني أعمل الفيديو؟ شو؟ بعرفي شو خطر لي؟ أنت مثل الأفلام الأجنبية هدول تبعات اللعنات، إنه أنت على أساس لحقتك لعنة، كل ما بتسكن معك وحدة بتعملي برنامج بيورطها بجرائم قتل وبتروح فيها. ما أغلظك.
لك عم بمزح شبك. خلص رح ساعدك. بس عن شو بدك تحكي بعد كل شيء مريتي فيه؟ لك هاد اللي بدي احكي عنه يلي مريت فيه. اول شيء ترجع على شغلك وما بتخطي خطوه وحده من اليوم ورايح بدون ما تخبرني. وتاني شيء ما بقى بدي اسمع منكم انتو الجوز حسيت شكيت بعد اليوم، مفهوم؟ وتالت شيء اذا التحقيق مع هذا هادي سلامي ما جاب نتيجه ونبش جثه ابو نضال ما وصلنا لشيء، ما بدي اسمع سيره ادم عبد الحق بعد اليوم لحتى يكون في معلومه اكيده، مفهوم؟ طيب سيدي والبلاغ عليه والمخدرات وقصة الرسائل وعصام الحجاوي شو اسمهم هدول؟ ولك قصة شو؟ القصة اللي خبرك اياها مصطفى اللي ساعد خاله بخطفه وقتل الناس؟ ولك روحوا على شغلكم، روحوا على شغلكم. سلام سيدي. احكي لهم سيدي. واضح انه سبب الاخباريه يعملوا لك بلبله. واضح انه اللي فهموني انه كشفناك انه شايفينك. بس انا ما لقيت شيء غريب سيدي، يعني نحن على شو عم ندور؟ لك هذا حسن، حسن هذا حسن القاضي، هذا واحد ابن حرام ورا الشيء وانا ورا روح اقنط. بس مو هاد اللي شاغل لي بالي. خير شو في؟ خايف على عتاب وميرا، خايف على حياتي كمان وامها. ما بدي حدا ينأذى بسببي، خلاص ما بدي حدا ينأذى بسببي. رايح على البيت خاطرك. سامعتلك عن شيء؟ لا انا بالمكتب عندي شويه شغل معلق لازم اخلصه. وانت؟ متوتره شوي وتعبانه، محتاجه اني اشوفك. لا لا ما في شيء، بس أنا بحب يكون إلي كياني لهيك بضل قلقانة. اليوم بجوز ما ألحق، بكره الصبح على 11 بشوفك بالبيت. طيب أوكي شوفك بكره. بس هالمرة غير كل مرة. آه فعلا غير كل مرة. لأقول لك إياها بصراحة، أنا قاعد بمكتبي ما حسيت إلا سيارة وقفت قدام المخفر، نزل منها ضابط وقال لي شرف معنا يا أبو رائد. قلت له أمرك سيدي، طلعت معه بالسيارة، والله ما بعرف لوين أخذني. على الطريق قال لي أبو رائد دلنا وين المنشرة؟ هون أنا ما عاد أقدر خبرك، لا عاد أقدر أحكي. يعني ما كنت بتعرف إنه هذا ربيع اللي كنت عم تسأل عنه طلع مقدم بالأمن الجنائي؟ عرفت منك انت، بعدين ليش عم تطلع فيني؟ ممكن روح فيها انا كمان. وسؤالي على المقدم وروحتي لعنده شك انه اكيد في بيني وبينك شيء. ليش عم تطلع فيني هيك؟ بالعاده لما بيكون في اخباريه عن تهريبه دخان مواد كهربائيه وما شابه بتطلع دوريه جمارك. هالمره شمعنا طالع ضابط على راس دوريه من الامن الجنائي؟ لانه هذا الحيوان النجس ابو عهد سافقني تقرير بده يبيع المواد بالسعر اللي بده اياه وبده العالم كلها تشتري بالاجباري. بس كمان انت عليك حق. بدون مؤاخذه يا ابو العبد، بدل ما تحاسبني لانه انا ما عرفت، انا اللي لازم عاتبك لانه الزلمه كان عايش مع حرمتك بالبيت.